قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله. الدنيا بتمطر، ف مش عايز الكاميرا تتبل. المهم عاملين ايه؟ بس ايه، نخش العربية. اهلا. ده عارفين الشنطة اللي بتجواها من ايكيا لما بتروح تشتري حاجات بيدوك كده شنطة او ممكن تشتريها؟ هي الشنطة دي. الشنطة دي على فكرة بتنفع جدا، احنا هنا بنستخدمها لما تروح السوبر ماركت تاخدها معاك تجيب فيها الشوبينج كله. هوريكم ازاي كمان شوية. رمضان هنا ما بيختلفش عن اي يوم تاني من ايام السنة، طبعا مش بالنسبة لك انت، بالنسبة للناس التانية. يعني انت الوحيد اللي عايش رمضان، كل اللي حواليك عادي جدا. اكبر غلط ان انت تعمل شوبينج قبل الفطار وانت صايم، بتبقى جعان وعايز تشتري اي حاجة، فبتشتري المحل كله. طبعا انتوا عارفين ان الواحد عايز يظبط الاكل في رمضان وكده، فقلت اجي بقى ايه، اجيب حاجة للسحور. لا بجد انت عايز اجيب شوكليت سبريد للسحور، تعرفوا لي بعدين. فشفت البراند ده جيم جامز، بيعلنوا ان هم 80% less sugar، يعني 83% شوجر اقل من النوتيلا. لما قريت فعلا على العبوتين لقيت ان النوتيلا ال 100 جرام فيها 56 جرامز اوف شوجرز، والجيم جامز دي ال 100 جرام فيها 8.7 جرامز اوف شوجر، فاقل بكتير طبعا. هنجربها. دي بقى حلاوة الشنطة بتاعت ايكيا، بتشيل كتير. يعني طبعا ما بتشيلش كل حاجة، بس يعني تمام. عايز اكلمكم كده سريعا عن رمضان في انجلترا، لان الناس كده كانت بتسالني تقول لي عايزين نشوف رمضان في انجلترا عامل ازاي والكلام ده كله. معلش يعني رمضان عادي جدا هنا، رمضان زيه زي اي يوم في ايام السنه. اسال كده اي مغترب رمضان بيعدي عليك ازاي في الغربه، هيقولك اكتر شهر بيعدي عليا وانا مخنوق او انا مش حاسس باي حاجه. هيقولك خد كل حاجه مني واديني بس رمضان في مصر، او اديني رمضان في اي دوله عربيه. رمضان هنا رمضان جوه بيتك، بره البيت مفيش حاجه، انت اللي بتعمل رمضان. بتحاول على قد ما تقدر تعيش نفسك وتعيش اولادك في جو رمضان، عشان بره البيت العالم حواليك اصلا بيبص لك باستغراب، هو ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت ايه صايم ليه؟ ايه الصيام ده؟ ليه تعذب نفسك؟ ليه عمال تصوم لي 18 19 ساعه من غير ما تاكل ولا تشرب؟ حتى عندي في الشغل يعني كذا مكان اشتغلت فيه، كنت لما ببقى صايم في رمضان يجي يسالك يقول لك ايه ده انت صايم؟ اقول له اه. يعني انت ما بتاكلش ولا تشرب؟ ايوه يا عم ما باكلش ولا بشرب. طب من الساعه كام للساعه كام؟ من سان رايز لسان سيت. طب ازاي؟ هو كده يعني، تقعد بقى تفهمه موال. ممكن يجي لك بعد 5 دقايق تاني يقول لك هو انت مش عايز تشرب؟ يا عم انا صايم. رمضان هنا صعب، صعب نفسيا اكتر ما هو صعب جسديا. يعني مش هقول لك بقى احنا بنصوم 18 19 ساعه وبنفطر بس 6 ساعات والكلام ده كله، مش موضوع. المشكله كلها في الروحانيات، روحانيات رمضان اللي انت بتحسها دي في مصر وفي الدول العربيه مفيش منها هنا خالص. النهارده تالت يوم رمضان، امبارح رجعت من الشغل، لسه راجع من الشغل. النهارده تاني يوم في رمضان، الصيام تمام زي الفل الحمد لله. واي دي وين ايان؟ Are you fasting today؟ No, tomorrow ان شاء الله. هيصوم بكره ان شاء الله، مش صايم النهارده. ماشي. يوسف وحنين بيلعبوا. What are you doing guys؟ بابا. ها بابا. ايه بابا؟ Are you stuck؟ بابا بابا. Are you stuck؟ بابا. Yeah. You stuck؟ Yeah. بابا. بابا. بابا I can help. Okay.
Wait. You have to take it off, Baba. عايزين نلعب معاهم. على اساس ان انا مش مفرهد. اقعد نطط على بتاع ده وانا صايم؟ ازاي؟ No way. No way. No way. No way. Bye-bye. No way. No way. No way. No way. Bye. No, Bubba, put your shoes off. Bye. Oh, put your shoes off. No. Finish up later. لا. بس ما كملتش اليوم. لان انا الصراحه مش عارف اصور في رمضان، حاسس ان انا عندي وقت محتاج اقضيه في العباده اكتر ما هو في الفلوجينج، فمش عارف الفلوجز اللي جايه تبقى عامله ازاي او هنزل امتى، بس الواحد بيحاول على قد ما يقدر ان هو يدي رمضان حقه ويحاول ان هو يطلع منه كسبان ان شاء الله باذن الله. ايه رايكم في زينه رمضان بتاعت الحمد لله. دايما وجبة الفطار حاول على قد ما تقدر تختار ان هي حاجة بسيطة جدا، ما تقلش جامد قوي يعني، بحيث ان انت بعد كده تقدر بقى تنزل تصلي وبتاع ولو هتروح الجيم، ويعني يبقى عندك مساحة ان انت تقدر تتعامل، لكن لو دبيتها مش هتعرف تعمل اي حاجة. كله نايم ما عدا الاستاذ يوسف، لازم يشاركنا الفطار. البطيخ يا جماعة، البطيخ مهم جدا. بعد الفطار بيبدأ العدد التنازلي، يبقى معاك 6 ساعات تعمل فيهم كل اللي انت محتاج تعمله. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في 6 ساعات دول. أنت التواب الرحيم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الساعة 12:10 خلصنا تراويح، ودلوقتي جه ميعاد الجيم. إن شاء الله فاضل 3 ساعات نخطف تمرينة في السريع في ساعة، وبعد كده هوم. في رمضان دايما بغير الجيم عشان الجيم بتاعي بيقفل الساعة 10. فباجي جيم زي ده كده مثلا شغال 24 ساعة. في ناس بتمرن قبل الفطار، وانا شخصيا ما بشجعش ده خالص. التمرين بعد الفطار احسن بكتير، خصوصا لو عايز تبني التمرين 100%. فاكر الجيم هيبقى فاضي، بس واضح ان يعني في ناس كتير من محبين التمرين بالليل. كده تمام. مي العادي انا اصلا ما بلعبش كارديو خالص، بكره الكارديو على ان طبعا ده غلط. الكارديو مهم جدا، بس فعلا ما بحبش كارديو خالص. بس انا الفتره الاخيره دي عندي شويه فات محتاجين ننزله، فهنستغل رمضان والكارديو عشان ننزله ان شاء الله. الساعه دلوقتي 2، فضل 2 ساعة على السحور ان شاء الله. اخر 3 ساعة بتحسبش، فنقول 2 ساعة. هبدا احضر السحور لان انا اللي بعمل السحور. زوجتي الله يكون في عونها بتصحى الصبح تودي الاولاد مدرسه، فانا بما اني صاحي فهعمل لها السحور معايا وبعد كده اصحيها. دايما في العادي بعمل 2 سحور، بس النهارده هعمل 3 لان ايان هيصحى يتسحر معانا ان شاء الله. هو ايان احيانا بيفطر واحيانا بيصوم، يعني بنحاول ان احنا نعوده. اهم جزء بقى الجزء اللي جاي ده، جزء السحور، لان وجبه السحور دي مهمه جدا جدا جدا. فهوريكم السحور اللي انا بعمله ان شاء الله، دايما ده بيقفل معايا طول اليوم. هتشوفوه دلوقتي وعايزكم تجربوه وقولوا لي ايه رايكم. يعني اللي جربه ويحس ان هو فعلا ظبط معاه ثاني يوم يقول لي في الكومنتس. طيب قبل اي حاجه خليني الاول اوريكم المكونات عشان نبقى ماشيين على ميه بيضه. تمام. ده فروت سلط متقطعه جاهزه، تبقى طبعا مقطعها قبليها. وده بيض
almonds اللي هو لوز، زبادي، و oats اللي هو الشوفان. تمام، انا هوريكو ازاي تعمل الوجبة دي لفرد واحد. انا طبعا هعملها لثلاثة بس بعملها على ثلاث مرات، فهوريكو الاول فرد واحد هتعمل ازاي. في الاول احنا هنحتاج الخلاط، او مش الخلاط، اللي هو بتاع اللي بيكسر المكسرات والحاجات دي، يعني انتوا فاهمين. هنكسر الالمنز اللوز والشوفان. شوفوا دلوقتي ده اول جرعه شوفان. طبعا بقى الكميه على حسب الرغبه، يعني في كميه لفرد واحد. تمام، وتجيب شويه لوز، يعني هنفض كده حلوه تحطهم معاهم. طيب بعد ما طحنا الشوفان واللوز هنضيف عليهم بقى ايه؟ البيض. طبعا برضو التاني البيض حسب الرغبة، انا هحط مثلا ثلاث بيضات وبرضو ايه نضربهم تاني في الخلاط مع بعض. طيب هنيجي بقى الخطوة رقم اتنين، ودي اهم خطوة. هتجيب طاسة تكون نون ستيك اللي هي اللي ما بتلزقش، حاجة سيراميك او ستانلس، وتحطها على النار وتشغل النار. حلو الكلام. فكرة بقى الزيت او السمنة دي مهمة جدا، يعني طبعا انت لو عايز حاجة less fat، حاجة الفاتس فيها قليلة، ممكن تجيب سبراي زي ده، يبقى فيه 1 كالوري بير سبراي، ده بيبقى كويس جدا، بيبقى less fat. او تجيب الكوكينج سبراي ده، بس ده اعتقد مش صحي قوي ده. لا ده كويس، ده زيرو فات برضو، فده كويس جدا. حتى لو مش زيرو فات برضو عادي مش تفرق. هترش رشة كده جميلة. تمام، حلو كده، اديها بس شوية بحيث انها تسخن. دلوقتي بقى ايه ننزل بالعجينة. طبعا ده حسب الرغبة، انت تعمل اتنين صغيرين او تعمل واحدة كبيرة، انا بحب اعمل واحدة كبيرة. فايه ننزل كده، بصوا شكلها كده. هنا بقى السنس مهم جدا، لازم انت تبقى حاسس بالعجينة، لازم يبقى في بينك وبين بعض ريليشن شيب عشان تقدر تطلعها في الوقت الصح. الاول تجيب طبق عشان تبقى جاهز، طبعا يفضل طبق بحجم البانكيك. تخش بقى ايه من الجناب كده، تديها ايه سنس صغنن كده، يعني بس تقول لها ايه انا موجود، يعني بحيث ان هي ما تلزقش. اول ما تحس ان هي جاهزه ان انت ممكن تقلبها تقوم ايه اوبا قلبها كده. شوفوا كانت هتقلش، اهم حاجه القلبه دي، القلبة دي لو ما ظبطتهاش ممكن تقلش منك. بعد كده بقى لما تتمكن منها ممكن تعمل فليب وتعمل اللي انت عايزه. بصوا شفت الفليب ده، واحد تاني اهو، واحد كمان، بس كده جاهزة خلاص. معانا البانكيك، بانكيك صحية، بانكيك على نضيف. تمام، هنوسخها دلوقتي. الجزء اللي جاي ده بقى كله يرجع لك حسب الرغبة، انت عايز تحط ايه. ممكن تحط بينات باتر، زبدة فول سوداني، او ممكن تحط شوكليت سبريد زي اللي انا جبته النهارده ده. تمام، او تحط عسل، او لو انت عايز تبقى صحي و100% ما تحطش اي حاجه. انا شخصيا هحط شوكليت، على فكره انا ما بحبش الشوكولاته والله بجد، يعني باكلها كده في المناسبات، مش من محبين الشوكولاته يعني. بعد الشوكولاته هنحط الزبادي. تمام، اخر حاجه بقى نحط الفاكهه حسب الرغبه بقى، شوف انت عايز قد ايه او عايز فاكهه ايه وحط بقى براحتك. ده الشكل النهائي، يا ريت تبقوا تجربوا الموضوع ده وتقولوا لي ايه رايكم. ان شاء الله تعجبكم وهتظبط جامد في السحور. اليوم اللي بعديه تحس ان انت مليان على الاخر، مش تحس بالجوع خالص. ان شاء الله اقفل الفلوج هنا واشوفكم الفلوج الجاي، مش عارف هيبقى امتى بالظبط، بس stay tuned. السلام عليكم.